مجرا تاريخا داميا حافلا بالإرهاب وفتاوى التكفير والاغتيالات بحق خصومه السياسيين، يحتفي حزب التجمع اليمني للإصلاح بذكرى تأسيسه 33 المليئة بالدم والدموع وبأشلاء وجثث الخصوم. مع قيام ما سمي بالوحدة ومن ثنايا حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في شمال اليمن، انبثق تيار الإخوان المسلمين المعروف تنظيمياً بحزب التجمع والإصلاح، ليكون وبحسب ما جاء في مذكرات رئيسه عبد الله الأحمر وسيلة تعطيل لكل الاتفاقات التي يضطر نظام صنعاء لتوقيعها حين ذاك مع القيادة الجنوبية. لم يخذل الحزب الإصلاح شريكه في الحكم المؤتمر الشعبي العام، ونفذ كل ما تم الاتفاق عليه من مخططات استهداف الشريك الجنوبي بالاغتيالات حيناً وبفتاوى التكفير للجنوب وشعبه أحياناً أخرى، مع تزعمه لعمليات التحريض والتحشيد للجهاديين والمتطرفين والقبائل للحرب ضد الجنوب وشعبه، وهي الحرب المستمرة منذ بداية ما سمي بالوحدة وما زالت حتى اللحظة بكل ما تشمله من صنوف القتل والتكفير والإرهاب. لم يدخر حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه جهداً في تفريخ ودعم الجماعات الإرهابية وتوجيه أنشطتها جنوباً، في تأكيد جلي بأن مهمته التي أسس كانت موجهة في الأساس ضد الجنوب. بقيادة رموزه ومشايخه البارزين وبأجنحته المختلفة، شريك التجمع اليمني للإصلاح في كل الحروب التي استهدفت وما زالت تستهدف الجنوب منذ بداية الوحدة المشؤومة حتى اللحظة، ونفذت العناصر الإرهابية التابعة له بالتنسيق مع نظام علي عبد الله صالح والأنظمة التي خلفتها المئات من عمليات الاغتيالات التي استهدفت القيادات والكوادر الجنوبية. كما تولت قيادته مهمة الترتيب والتنسيق مع العناصر الإرهابية العربية العائدة من أفغانستان والمعروفة بالعرب الأفغان، وتنظيم مشاركتها بفعالية في حرب اجتياح الجنوب وما تلاها من حروب ما زالت مستعرة في مناطق عدة من الجنوب. في ذكرى تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي مني بضربات موجعة في معاقله، لا يبدو أنه استشعر المخاطر والتحديات التي تهدد باجتثاثه، إذ ما زال خطابه وتوجهاته لم تتغير وألوياته لم تتبدل، حيث يتجنب مواجهة خصومه الحقيقيين مواصلا الانشغال بالجنوب وقيادته من خلال مسلسل طويل من المؤامرات التي لا تنتهي والحملات الإعلامية التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي ونيل من قيادته ومقاومته وقواته المسلحة الباسلة. على مدى تاريخه الأسود، أثبت حزب التجمع اليمني للإصلاح إخوان اليمن أنه حركة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنظيمي القاعدة وداعش، وهو ما دفع الشارع في اليمن والجنوب للمطالبة والتساؤل: لماذا لا يقدم قادة الإصلاح للمحاكمة؟ ولماذا لا يصنف التنظيم كحركة إرهابية أسوة بتنظيمي داعش والقاعدة اللذين يشكلان جزءا أصيلا منه ويعملان معه في توافق وانسجام لا تخطئه عين؟ صقور الجنوب.